كاين انفا سبريس داخل المغرب وخارج المغرب، ميكرو فريد يحطوا الرحال بمركب الثقافي احمد الشرقاوي مدينه ابي الجعد. يعني كاين اقصائيات، يعني الدوره 21 مهرجان عبيده الرمى. الا بغيتوا تشوفوا الاجواء ديال هذه الاقصائيات اجيو معنا. الشيباني قدم لنا المجموعه ديالك واش من مدينه؟ اولا كنشكرك على الاستضافه وكنشكر المشاهدين الكرام، وكنعرف نفسي فيصل الشيباني الغني عن التعريف، وبالنسبه للمجموعه اللي معها برئاسه نبيل الزعري، مجموعه الفرسان تاسست في 2015. واش من مدينه؟ مدينه سوق السبت ولاد النمه، داخلين في قايب بن صالح. وحنا جد فرحانين بهذه الاقصائيات هذه، وداز داكشي معتبر ويا سلام. وكنحيي جميع المغاربه وجميع شايب شايب عيروني قالوا شايب وشايب شايب شايب وبالصحه انا يا شايب وشايب شايب شايب وباقي نلعب الكره وشايب شايب شايب باقي نجر الهيدوره وشايب شايب شايب يا وحر بابوش يا وحر بابوش يا وحر بابوش يا وحر بابوش يا وحر بابوش.